تعتبر الثلاجة من أهم الأجهزة الكهربائية التي يجب المحافظة على محتوياتها وترتيبها جيدا لتفادي فساد العديد من المواد الغذائية داخلها. فما هي الطريقة الأفضل لترتيب الثلاجة وما هي الخطوات الواجب اتباعها؟ لتنضم إلينا الآن من دبي سلام شعبان الخبيرة في تنظيم المنزل. سلام، صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يا هلا ومرحبا. والله مرتبة ثلاجتك. طيب أنا كيف أحل هذه المشكلة بأنه لا أعرف من يناسب من، أو يعني هل الحمضيات مع الطماطم توضع في درج واحد، الرفوف ماذا نضع عليها؟ كل شيء عندي فوق بعض ملخبط، والحياة سعيدة. هلا أهم شيء بالثلاجة إنه بده الواحد يفتحها للثلاجة ويشتهي الأكل اللي موجود فيها، يعني بده يشتهي يستعملها ويأكل منها. هلا أكيد أنت بدك تقسم، بدك تقسم الرفوف وبدك تقسم أنواع الأكل، يعني مثل ما قلت الخضرة مع الخضرة، الفواكه مع الفواكه، الحليب مع الحليب. الواحد بده يقسم الأنواع الأكل مشان يقدر يقسم الرفوف. سلام، بس أنا ما عنديش درجين، أنا عندي درج واحد في الثلاجة. أنا أول مرة أشوف ثلاجة بدرجين، فإزاي هقدر أحط الفواكه في مكان والخضار في مكان ثاني؟ هلا انت بتقدري تحطيهم مع بعض، مزبوط. نحن هون عنا درجين، بس انا كثير ايام بحط الفواكه والخضره مع بعضها، وفيك تقسميه بقلب الدرج. يعني اذا بتشوفي هون مثلا حاطين التفاح لحاله، وفيك تستعملي مثلا لتقسمي اذا الدرج اصغر فيك تستعملي مثلا كاسات لتقدري تحطي بقلبها الفواكه ليقسم عن الخضره 100%. طيب سلام، أنا يعني الفواكه بصراحة أني أجيبها من السوق أحطها بالثلاجة، ويعني بعد فترة خلاص تنتهي وأرميها لأني ما شفتها، ما انتبهت عليها داخل الثلاجة. مصبوط. هذه المشكلة كيف نتخلص منها؟ بس هذه ثلاجتك ولا أنت مرتبتها عشان الحلقة بصراحة؟ بصراحة نحن هيك عطول الثلاجة شكلها بصراحة. سلام كل بسها منصق يعني. بالنسبة للفواكه أنا يعني بنصح العالم إنه يشتروا كميات يمكن شوي أقل من العادي. يعني أنا بدي أقول لك بصراحة بعبي البراد مرة بالأسبوع، وبشتري لهيدي الجمعة، ولما بجيب الفواكه بالأخص الفواكه بغسلها فوراً مشان الولاد، مشان أي حدا بالعيلة لما بده يأكل فواكه يشوفها قدامه. يعني مثلا مثل ما شايف هون عنا بطيخ، يعني في الواحد يشتري بطيخة ويحطها بالجرور وبعدين ما يعود يشوفها، بس لما أنت بتفتحها وبتحطها بقلب هالتابوير يلي هو من أزاز وبتشوفها بتشتهيها بتصير بتاكلها. طب سلام، إيه الأشياء اللي ممكن أعتمد عليها في ترتيب الثلاجة؟ يعني أشتريها أكياس بلاستيك، إزاز، في كمان علب من البلاستيك، إيه هو الأصح؟ هلا أنا بنصح دايما الواحد لما بده يشتري غراض ليرتب بده يفكر بالبيئة، وبنفس الوقت بده يفكر بالأشياء يلي صحية أكثر لإله. ففي كتير كيس الواحد يستعملها معمولة من السيليكون، مثلا إذا أنت استعملتي كيس معمولة من السيليكون هيدا ما بقلبه بلاستيك، فيك تستعملي أكثر من مرة، فلما بتخلصي اللي بقلبه بتغسليه وبترجعي بتستعمليه ما بترميه بالزبالة. في كمان أشياء الواحد بيلف فيها الخضرة وبيقدر مثلا هون لافين نحن خس، وهيدا هيدي النوع اللف هو معمول من العسل، وبيحتفظ كمان على انه الخضرة ما تنتزع، وبنفس الوقت فيك تستعملي اكثر من مرة. وانا كثير بنصح الواحد يستعمل التبروارات اللي من ازاز مثل ما قلت لكم قبل، لانه كمان صحية اكثر لنا. خلينا نتكلم أنه تقسيم الثلاجة على ماذا يعتمد؟ ما الخطة الاستراتيجية لتقسيم هذه الثلاجة؟ هقول لك أنا كيف هلأ مقسمتهم اليوم.
هلأ هون مثلاً نحن دايماً منحب يكون عنا أشياء يعني مثل ما بيقولوا تريتس، فهدول دايماً بحطهم فوق بالواجهة، هو العطول عم يتغيروا فيك تغطيهم، بس أنا حبيت أنه تشوفون مشان اللايف. بعدين هون مثلاً الجرور تبع الأجبين، هون منحط مثلاً إذا أنت عندك شوية مساحة على جنب فيك تحط علب بقلبها مشان ترتب هول، يعني هول بلا العلبة بيصير كل ما بدهم ياخذوا منهم الأولاد بدهم يوقعوا، بيصيروا منهم مرتبين، بينخلطوا بغير أشياء، هيك ما بيصير لهم شيء، بيسحبون وبيقدروا يستعملون. هلأ هون بالإجمال كل يوم نحن عنا الأكل اللي حنعمله لهيدا النهار، فمنحضره مثلاً اليوم عاملين هيدا الطبخة مثلاً، هيدي اللحمة مطلعينها من قبل بيوم مشان لتكون جاهزة لنقدر نطبخها للولاد للغدا أو يلي هو، وبنفس الوقت بتشوف بيكون عندك كمان الأشياء يلي فاضلة من قبل بيوم. كمان ما عندكيش أكل بايت يا سلام اللي دايماً مليان في الثلاجة عندنا في البيوت. منجرب دائما انه يكون هيك الموضوع، يعني شيء فاضل من قبل بيوم منحضر شيء ومنضلنا هيك مشان ما يصير عنا اكل كتير، وبنفس الوقت الواحد بده يجرب ينتبه انه ما يرمي اكل بالزباله، يعني قد ما في يستعمل كل شيء موجود قبل ما تخلص مدته. وبدال عندك كمان الأكيد الخضرة والفواكه، وفي أشياء مثلا الزيتون البيض، في أشياء هن موجودين بالبراد كل الوقت، يعني ما بيتغيروا. هون عنا مثلا هون ورا ما بعرف إذا مبينين عندكم على الكاميرا، بس عنا فوق ورا سنوبر وفواكه مجففة، هولي بيصيروا بتخلون على طول موجودين. طب إيه الأخطاء الشائعة اللي ممكن في ناس كتير بتقع فيها؟ إيه الأشياء اللي ممكن تعمل رائحة كريهة في الثلاجة ممكن إن إحنا نستغنى عنها؟ يلي بشوف على طول بيصير إنه الناس بتشتري كتير أغراض، يعني بالنهاية نحنا يعني بس في الواحد يشتري يعني عدد معين من الأكل اللي هو حيستخدمه بهيدا الأسبوع، مش مثل الأشياء اللي أنت فيك تحطيها مثل الرز بتضل عندك سنين. فالواحد لازم يفكر قبل ما يشتري الأشياء اللي بده يعبي فيها التلاجة أنه تكون أشياء أكيد حيستعملها. وأنا بنصح العالم يعملوا مثل نوع من منيو، يعني ما ضروري أنه يكون يعني يلتزموا فيه 100%، بس يكون عندهم فكرة أنه هيدا الأسبوع نحن شو حنطبخ، حنكون مشغولين، حنلحق ما حنلحق، وساعتها الواحد بيعبي حسب شو حابب يطبخ هيدي الأسبوع. طيب شو الأشياء اللي ما نحطها قريب من بعض، يعني هذه تعتبر من الممنوعات، ربما انتقال ريحة أو طعم أو غيره؟ هلا الاشياء اللي ما بنحطها قريب من بعض نحن اجمالا كل شيء بنقسمه، بس اكيد مثلا اذا حدا يعني مثلا اذا حاطين لحمه او دجاج او سمك اكيد بنغطيها، يعني هاي اهم شيء، يعني الواحد ما بده يفتح البراد وتطلع ريحه قويه. بعدين اكيد الواحد بده ينتبه انه ما يكون في اكل معفن، يعني كمان هيدا إذا عمل ريحة بالبراد بتصير مشكلة كبيرة، إذا مثلاً عفواً طيب. سمك أو أي شيء من هالنوع بده ينتبه له. إحنا استفدنا كتير سلام من هذه النصائح، شكراً جزيلاً لك، كنت معنا من دبي سلام شعبان الخبيرة في تنظيم المنزل. شكراً.